أجازت الحكومة العراقية مجموعة من الأحزاب وما أجاز الحزب الشيوعي العراقي، بل قاموا بعمل مخالف للوضع حتى القائم مال ذاك الوقت ولطبيعة العمل السياسي ذاك الوقت. الحزب الشيوعي كان أكبر حزب جماهيري وموجود في كل المجالات. اجوا خلقوا له تنظيم ثاني، تنظيم آخر باسم داود الصايغ. داود الصايغ كان طبعا شيوعي قديم زين، بس من الأربعينيات هو داخل في تكتلات، وما كان واحد من قادة الحزب الشيوعي العراقي أثناء ثورة تموز. اي فجمعوا له المؤسف، وهذا الخط غير الصحيح للحزب. اي وأنا كنت طالب بالكلية، شفت فد رفيق اللي استلمني من سليمانية من رحلة بغداد إشارة وش اسمه نقل التنظيمات، فد واحد من الرفاق اللي كان أكبر مني إن شاء الله باقي بالحياة اسمه زهير الطائي. أي زهير الطائي صار ويا داود الصايغ زين، أباوع زهير الطائي شيوعي نشط إنسان جدا محترم مهموم. أي سلمت عليه رفيق تعال ثقفنا، أنا كنت ضد الحزب الجديد اللي مفتعل زين. أي قال روح لا تحكي وياه، إلى هالحد مداخلي كانوا وكان يعتبر إهانة إلى طبعا إهانة إلى. فأنا بذاك الوقت في هالعمر سند أقول، وكتبت حتى رسالة إلى اللجنة الطلابية على شيكال، أنه أنا أستغرب من موقف الحزب يجي يبدله ويجيب شيء آخر، هو ما يطير هنا صار اختلاف داخل الحزب. الإجازة متعمدين جايبين داود الصايغ كقرقوس بالنسبة للحزب الشيوعي العراقي، فشنو تدخلون تغيرون المشهد تغيرون الطلب إلى شيء آخر، روحوا شو اسمه تفاوضوا ويا، إذا ما ينطقكم الجو إلى طريق آخر، أنا صار عندي شوي.